تهافت فتيات من مختلف الاعمار على مستحضرات التجميل والعنايه بالبشره كان دافعا لهذه السيده التي تقطن بمدينه خشلة لتحويل منزلها الى ورشه لتصنيع صابون للتنظيف ولعلاج الشوائب والامراض الجلديه واجهت بزاف من الزبائن اللي كانوا يعانيهم من البشره تاعهم مشاكل بزاف في البشره كان دائما النصيحه تاعي اول علاج للبشره هو التنظيف كل مساء نطلع لهنا لابوراتوار تاعي نوجد نوجد المواد الأولية نبريباري المخبر تاعي مليح وبعدها نبدا في التصنيع تاع الصابون تاعي اللي هو كيما صابون طبيعي حنا نعرفوه بعد أربع أسابيع أو ست أسابيع باه نقدرو نمدوه للزبائن تاعنا السيدة صبرين البالغة من العمر 38 سنة نجحت في صنع صابون طبيعي بأعشاب طبيعية يعالج البشرة انطلاقا من مادة زيت الزيتون الشيح وزيت جوز الهند هذه التركيبة شكلت صابونا طبيعيا أصبح يحظى بإقبال كبير نعتمد دائما على حاجة طبيعية لتعالج البشرة تاعنا كما نعرفوا الصابون المصنع اللي هو يحتوي على زيوت محروقة أما الصابون الطبيعي اللي اللي احنا نصنعه فيه طبيعي اللي هو يحتوي على زيوت من اجود الزيوت آه الطبيعيه بدايه العمل تاعي كانت من 2008 آه وما زلني لحد الان ما زلني نقرا ما باه نزيد نطور في نفسي آه حاليا انا متعاقده مع مع عرفه الصناعه التقليديه آه نكونوا في بنات آه نكونوا في بنات في هذا المجال فكره تصنيع الصابون الطبيعي جسدتها بعد ان وقفت على معاناه اغلب زبوناتها في صالون الحلاقه مع الامراض الجلديه فاستغلت خبرتها وتنوع الأعشاب بالمنطقة لتصنيع أنواع من الصابون العلاجي